بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة مستر علي ابراهيم. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض ازاي الطالب يحصل على الدرجة النهائية اثناء حل سؤال الباراجراف للمرحلة الابتدائية. في عندنا هنا خمس ملاحظات الطالب لازم يلتزم بيها اثناء كتابة الباراجراف. اول ملحوظة معانا عدد الكلمات، يعني الطالب يشوف عدد الكلمات المطلوبة منه ويكتبها او يزود عنها جملة او اتنين. تاني ملحوظة اختيار الكلمات المناسبة، يعني هنا الطالب بيشوف الموضوع عن ايه وبيختار الكلمات المناسبة للموضوع. تالت ملحوظة معانا الجرامر، يعني الطالب بيلتزم بقواعد الجرامر اثناء كتابة الجمل. رابع نقطة معانا الاخطاء الاملائية، الطالب يبتعد عنها تماما، يعني الطالب ما يكتبش كلمة الا اذا كان متأكد ان حروفها صحيحة من ناحية السبيلنج. خامس نقطة والاخيرة معانا علامات الترقيم او البنكتويشن، يعني الطالب يبقى عارف ان ايام الاسبوع اسماء الاشخاص والمدن والدول تبدأ بحرف كابيتال وان الجملة تبدأ بحرف كابيتال. هنطبق الكلام ده على الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه الوقت. هنا هنكتب باراجراف عن my family، اسرتي. my name is علي، اسمي علي. I am 10 years old، عمري 10 سنوات. I live in Cairo، أعيش في القاهرة. My father is a doctor، أبي يعمل طبيب. He works in a hospital، يعمل في مستشفى. My mother is a teacher، والدتي معلمة. She works in a school، تعمل في مدرسة. I have a brother and a sister، لدي أخ وأخت. My brother's name is عمر، اسم أخي عمر. He is 7 years old، عمره 7 سنوات. My sister's name is Jana، اسم أختي جانا. She is 9 years old، عمرها 9 سنوات. On Fridays، في أيام الجمعة، we go to the park، نذهب إلى الحديقة. We enjoy our time there، نستمتع بوقتنا هناك. I love my family very much، أحب أسرتي كثيرا جدا. هنطبق الخمس ملاحظات اللي احنا قلناها من شوية على الموضوع ده. نبدأ بأول حاجة عدد الكلمات، قلنا الطالب يلتزم بعدد الكلمات المطلوبة منه ويحاول يزود عليها جملة أو اتنين، دي أول نقطة. تاني نقطة معانا اختيار الكلمات المناسبة. هنا الطالب لما انطلب منه كتابة موضوع عن my family أسرتي، الطبيعي إنه يستخدم كلمات شبه كلمة father أب، mother أم، brother أخ، sister أخت. تالت حاجة الجرامر، إزاي؟ هنا مثلا بقول I live in Cairo، أنا أعيش في القاهرة. زمن المضارع البسيط، بلاحظ إن الضمير I يضع أو بضع بعده الفعل في المصدر بدون أي إضافات. إنما هنا عبارة she works، أما يكون الفاعل هي أو she أو it في المضارع البسيط بزود اس مع الفعل، عشان كده قلت she works. برضو أما أتكلم عن الملكية، اسم أخت جانا، بحط حاجة اسمها apostrophe s، يعني بعد كلمة sister أضع فوق كده apostrophe s، تبقى اسم أختي my sister's name. آخر نقطة بقى معانا اللي هو البنكتويشن، اللي هو الترقيم. هنا هنلاحظ علي اسم شخص، بدأ بإيه كابيتال، كايرو اسم مدينة. هي هنا بداية الجملة تبدأ بحرف كابيتال. أيام الأسبوع فرايديز. آخر نقطة معانا السبيلينج، نتأكد تماما إن الطالب ما بيكتبش كلمة إلا إذا كان متأكد إن حروفها صحيحة من ناحية السبيلينج. كده انتهينا من شرح طريقة حصول الطالب على الدرجة النهائية أثناء كتابة سؤال الباراجراف. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.